أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية تحويل شكل الأرقام من الإنجليزي إلى العربي. طبعا لو أردنا تغيير شكل الأرقام من هذه الأرقام الإنجليزية إلى الأرقام العربية، الأرقام المعتادة عندنا، طبعا هنالك طريقتين. الطريقة الأولى هي نحدد الأرقام كلها بشكل عام ونضغط على كليك أيمن على أي خلية من هذه الخلايا ونختار تنسيق خلايا، ثم نذهب إلى قائمة محاذاة، ثم إلى اتجاه النص نختار من اليمين إلى اليسار بهذه الطريقة. طبعا هذه الطريقة فعالة، ولكن في بعض الأحيان ما تعمل عند جميع نسخ برنامج إكسل. نستخدم طريقة أخرى فعالة بشكل مؤكد. طبعا هذه الطريقة اللي راح نستخدمها، راح نكتب كود بسيط، من خلال هذا الكود راح يتم تحويل الأرقام من الإنجليزية إلى العربية. طبعا نحدد الأرقام بالأكسل، ومن ثم نضغط كليك أيمن عند أي خلية من هذه الخلايا ونختار تنسيق خلايا، ثم نذهب إلى قائمة رقم، ثم نذهب إلى مخصص، ثم نمسح هذه الجملة اللي هي جنرال، نكتب بهذا المكان الأقواس المربعة. طبعا لابد أن اللغة تكون إنجليزي، ونضغط على حرف الدال، ومن ثم نكتب S دولار اللي هو شيفت ورقم 4، من ثم ناقص، ومن ثم 2,000,006، ومن ثم نغلق القوس المربع، نضغط على حرف الدال فقط، ومن ثم نكتب 0 بهذه الطريقة. طبعا عندنا قوس مربعي S دولار ناقصا 2,000,000، إغلاق القوس المربعي، ومن ثم 0. بعد ذلك نضغط على موافق، راح يتم تغيير الأرقام من الإنجليزي إلى العربي بشكل مؤكد.